كانت كده اصبحت كده، كانت كده وبقت كده، ده كان الاول وبعدين بقت كده. يعني ايه قبل ايه وبعد ايه بالظبط؟ قبل كان عندها في الاول خمول في الغده الدرقيه، وبعدين اتعالجت من خمول الغده الدرقيه. زي ما انتم شفتوا السي تي دي كان عندها خمول في الغده الدرقيه واتعالجت منه، وفي فرق كبير قوي في شكل وشها قبل العلاج وبعد العلاج. اتحسنت تحسن رائع وملحوظ، لكن مش بس التحسن كان في ملامح الوش وفي مشاكل اللي كانت موجوده عندها في تعبيرات وشها، لا كمان التحسن في كل وظائف الجسم. طب ايه العلاج اللي هي مشيت عليه مظبوط علشان يحصل التحسن في كل وظائف الجسم ده؟ عشان نعرف العلاج ده لازم الاول نشوف الفيديو عن ايه هي مشاكل الغده الدرقيه بسرعه كده مع بعض، عشان نعرف لو كان عند حضرتك مشكله من دي لازم على طول تتوجهي للدكتور. ودايما بنقول السيده لان غالبا امراض الغده الدرقيه بتحصل اكتر، خصوصا الخمول منها بتحصل اكتر في الستات اكتر من الرجاله، لان اسبابها غالبا بيكون خلل في جهاز المناعه وده اكتر بيحصل في السيدات. فتعالوا نشوف، تعالوا نشوف خمول الغده الدرقيه بتشتكي من ايه الست اللي عندها المرض ده. فنلاقي ان عندها نمره واحد على الجلد تاثير مهم، ان لون الجلد بيتحول الى لون اصفر، وكمان الجلد بيبقى فيه تورم بالذات في الساقين بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. الشعر بيقع، دايما تشتكي ان عندها سقوط في الشعر بالمنظر ده، وبيتقصف وبيقع كتير وبتفقد كميه كبيره من الشعر بتاعها. الضوافر بتاعتها بتبقى هشه وضعيفه وبتتقصف برضه، وهنلاقي انه ممكن تلاقي الجلد فيه جفاف وتشقق لدرجه انها بتحتاج كتير جدا تستخدم كريم علشان تشقق الجلد وجفافه، وكمان ممكن تلاقي جلد بارد وممكن فيه شحوب. وبعدين نمره اثنين، له تاثير الغده على الوش. الوش بيبقى مشهور جدا الاربع حاجات دول، الوش بيبقى الجلد فيه تخين منتفخ متورم، يعني الشفايف بتبقى تخينه، ومن اهم الحاجات ان الوش يبقى فيه مش باين عليه تعبيرات الوش، يعني لما تكون زعلانه مش باينه زعلانه، لما تكون فرحانه ما بيبانش عليها تعبيرات الوش. نمره ثلاثة، بتلاقي تورم حوالين العينين، ودي مشهوره جدا في مريض خمول الغده الدرقيه. الحاجه اللي بعد كده هنلاقي ان ممكن ليها تاثير على القلب. ازاي؟ هنلاقي ان نبض القلب بيبقى بطيء عند المريضه دي، كمان بيبقى في تصلب في الشرايين بسبب ان عندها زياده كوليسترول، ولازم تحلل الكوليسترول عشان لو كان زياده تاخد علاج للكوليسترول. وتصلب الشرايين ده ما عندها ممكن يعمل مشاكل، ممكن يؤدي الى جلطه في القلب وممكن يؤدي الى جلطه في المخ، كذلك ممكن يكون عندها ارتفاع في ضغط الدم بسبب مرض خمول الغده الدرقيه، وكمان ممكن تلاقي ارتشاح حوالين القلب، يعني الغشاء اللي حوالين القلب بيتملي ميه، وده يعمل لها مشاكل كتيره جدا من ضمنها هجان جامد جدا، ممكن الم في الصدر. كمان ممكن مع ارتشاح اللي حوالين القلب ده تلاقي حاجه مشكله ثانيه كبيره، ان ضعف في وظائف القلب، اذا في تاثير للغده الدرقيه خمول الغده الدرقيه على القلب. نمره اربعه، هتلاقي ان ممكن ليها تاثير على الجهاز الهضمي. مشهوره جدا المريض او المريضه بتاعت خمول الغده الدرقيه تشتكي من امساك مزمن، والمريض اللي عنده او المريضه اللي عندها امساك مزمن ودور على الاسباب ما لقاش، المهم يفتش على خمول الغده الدرقيه ويدور اذا كانت الغده الدرقيه خامله ولا لا. نمرة خمسة، ممكن تلاقي تأثير على الجهاز العصبي، يعني ممكن تلاقي العيانة دي عندها بتنسى كتير، تفكيرها بطيء جدا وبتاخد وقت علشان تركز، مفيش تركيز، نسيان كتير وبتكتئب، ممكن تروح لدكتور نفساني. كمان ممكن تلاقي التهاب في الأعصاب الطرفية عندها، يعني ممكن تلاقي عندها حرقان، تنميل، شكشكة، لأن في الأعصاب بتاعتها بيبقى فيها التهاب الأعصاب الطرفية. نمرة ستة، في تأثير على الدم، ممكن تلاقي عندها أنيميا مزمنة عند المريضة دي وتحتاج تروح لاستشاري أمراض دم. أنيميا. كذلك ممكن تلاقي أشياء أخرى، يعني مثلا من ضمن الحاجات المشهورة جدا إرهاق شديد جدا، تقول من أقل مجهود بتتعب. كمان ممكن تلاقي نعسانة على طول، نيمانة على طول، كسلانة على طول، وخم، زيادة في الوزن، دي من أهم صفات وأعراض وشكاوي مريضة الغدة الدرقية الخاملة، فعندها زيادة في الوزن والوزن بيزيد، ومش بس كده، ده غير إن الوزن بيزيد ده أنت تلاقي إنها عندها صعوبة انها تنقص وزنها مع استخدام نظام غذائي بيبقى عندها، بالرغم انها بتعمل دايت مش قادره تخس. عدم تحمل البرد دي مهمه جدا، بتقول بردانه جدا حتى في الصيف تحب تتغطى، وكمان حتى في الشغل بتحب تتغطى وبردانه بردانه باستمرار، وده مهم جدا من ضمن اعراض خمول الغده الدرقيه لان ما عندهاش الهرمون اللي بيديها الطاقه. وبعدين باختصار شديد حبينا نختصر بقى الاعراض اللي احنا قلناها دي كلها، نلاقي المنظر خمول الغده الدرقيه بالمنظر ده، كل الحاجات اللي احنا قلناها موجوده في الصوره اللي قدامك دي عشان تبقى معرفها كويس قوي. وبعدين ندي امثله بقى، يعني مثلا ممكن تروح العيانه للدكتور تقول له بردانه كسلانه نعسانه، يشك في خمول الغده الدرقيه يطلب لها تحليل، تروح للدكتور تقول بعمل دايت ومع ذلك بعمل دايت عشان اخس بس مفيش فايده خالص، يعني يطلب لها وظائف الغده الدرقيه جايز يبقى فيها خمول وده السبب اللي مخليها مش قادره تخس، احتمال خمول الغده الدرقيه. ممكن تقول له عندي نسيان، بنسى كتير، تورم في الساقين زي ما قلنا، انيميا، يطلب لها وظائف غده درقيه.
طب تحسن بعد العلاج، تحسن اللي هي الصوره بقى اللي عرضناها في اول الفيديو اللي هو قبل وبعد، كانت كده بالمنظر ده والشاه المنتفخ اللي قلنا وفيه انتفاخ وتورم حوالين العينين والشفايف غليظه تتحول بالمنظر ده. بص الفرق في الشفتين، الشفه قبل وبعد والعينين قبل وبعد وتخن الجلد قبل وبعد. ممكن تلاقي كده الشعر بيقع بعدين الشعر ابتدى ينمو عندها ويبقى يرجع لطبيعته. ممكن تلاقي الصوره اللي عرضناها في الاول بالمنظر ده التخن قل وابتدت تخس، التورم في الوش كل ده اتحسن بالمنظر ده بالمنظر ده. يبقى مهم قوي قوي نعرف اعراض خمول الغده الدرقيه ومشاكلها عشان الخطوه اللي بعد كده نبتدي نحط نظام علاجي مظبوط علشانها، بس دي قصه تانيه ان شاء الله.